روى البيهقي والنووي وابن حجر وكثير من العلماء والمؤلفين لا سيما في كتب المناسك عن العتبي، قال: جاء أعرابي فأناخ ناقته، ربطها في ساحة المسجد، من أناخ ناقته وعقلها قال استدلوا من هون أنه هيدا الأعرابي جاء مسافرا، فهذه فيها كمان مسألة السفر وشد الرحل والتوسل والتبرك بالنبي مع الكلمات التي قالها، يعني فيها عدة أدلة. بيقول العتبي هذا العالم، يقول: دخل الأعرابي فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم على أبي بكر، ثم على عمر رضي الله عنهما، ورجع إلى موقفه الأول عند الرسول. يعني ماذا قال له؟ قال له: يا رسول الله، إني سمعت قول الله عز وجل: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. يا رسول الله، جئتك مستشفعا بك إلى ربي مستغفرا من ذنبي. ثم أنشأ يقول: يا خير من دفنت في الترب أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم، أنت الشفيع أنت الحبيب الذي ترجى شفاعته عند الصراط إذا ما زلت القدم، وصاحباك فلا أنساهما أبدا، مني السلام عليكم ما جرى القلم. قال العتبي ثم انصرف الأعرابي: نمت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام يقول لي: يا عتبي، أدرك الأعرابية وبشره بأن الله قد غفر لها.